بسم الله، الحمد لله، ربنا اجعلنا دعاة السلام مولئا ورحمة يا كريم يا حنان يا من. يا أيها الإنسان، الخطاب للناس جميعا بدون استثناء، يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ وين وصلك باش تضمن لنفس ربك؟ ولا الرب ناقص محتاج إلى أعوان لفوزيدون لفوديو، وتكون وصلك يا هذا؟ يا الإنسان يتفرغ علام وما كيف حد، وهو يعلم الأنبياء هو عليه السلام، يعلمهم ينشر الأجر للزائرين، يعلم أعلم العالمين من البشر والجن أجمعين. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ شكون اللي خلاك ما تنقص من اعتبارك لله الكريم؟ ربك الذي خلقك وعلمك، وأنت ربطت فكر الخلق لأنه الله هو الخالق، وربطت أنه معلم لأنك أنت العالم، دوت المعلم للمعلم، وهو كريم وأنت لئيم، لعنة الله على آل اللؤم أجمعين.